مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم، ويوم بيوم بفكركم مره تانية انه ده ميعادنا الجديد الساعه 10 و10 ان شاء الله بعد الموجز. استنونا كل يوم ما عدا الجمعه، استنونا ويوم بيوم. يوم السبت والحد والاثنين انا هكون معاكم، والثلاث والاربع والخميس هيكون معاكم زميلي محمد شردي، كل يوم من 10 و10 ل 12 الا 5 ان شاء الله. طيب خليني ابدا معاكم بالموضوع اللي يمكن الاهم واللي بيهم كل الناس الحقيقة، الموضوع الخاص بسعر صرف الدولار والموضوع الخاص بالجنيه. طبعا بيهم الناس لما يترتب عليه، هنتكلم في ده بعد كده، لكن عايزة أقول لكم أنه يعني دلوقتي قبل ما ندخل لقينا أنه منشطات الصحف بكرة أغلبها بيتكلم عن تعويم للجنيه مرتقب في وقت أو خلال وقت قصير. ده موجود في منشطات الصحف بكرة، موجود في أيضا مواقع التواصل، الناس بتتكلم عن هذا الأمر وبتتساءل هيحصل ده فعلا ولا مش هيحصل، وإذا كان هيحصل نتيجة هتكون ايه، وانعكاس ده عليا انا كمواطن هيكون ايه. قبل ما نتكلم في تفاصيل هذا الكلام، عايزه اقول لكم اولا او نتكلم كده مع بعض يعني ايه تعويم الجنيه. تعويم الجنيه يعني ببساطه كده توحيد سعر الصرف، لو اختصرنا الامر يعني هو توحيد سعر صرف الدولار داخل البنك وخارج، ويبقى سعر موحد. طبعا ده علشان يحصل احنا محتاجين، او ده بيتطلب عدد من الشروط لازم تتوافر. ايه اهم الشروط دي؟ يمكن نقول او خليني اقول انه اهم الشروط دي ان يكون في توفر لمصادر العمله الصعبه. طيب ايه هي اهم مصادر العمله الصعبه عندنا هنا في مصر؟ السياحه، قناه السويس، تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات. طيب إذا كنا عايزين يبقى عندنا يعني يكون متوفر العملة الصعبة عندنا من خلال هذه القطاعات، طيب ما احنا عندنا برضو القطاعات دي، واحنا كلنا عارفين لا يخفى على أحد أن الأربع قطاعات دول بتواجههم مشاكل كثيرة، يعني ما هماش لسه مستقرين. طيب ده بيخلي البعض يقول أنه يمكن يكون ده السبب في حصول أو سعي مصر أن هي تحصل على قرض صندوق النقد الدولي علشان تقدر أن هي توفر أو ترفع الاحتياطي الموجود لديها من العملة الصعبة. طيب السؤال هنا، قبل تعويم الجنيه مش فيه برضو يعني بعض الإجراءات لازم تتم؟ مش لازم يبقى فيه مبدئيا كده ضبط للأسعار؟ مش لازم يكون فيه آليات علشان نضبط الأسواق وبالتالي المواطن لا يعاني من التعويم؟ لأنه طبعا هذا التعويم هيأثر شئنا أم أبينا على الأسعار. طيب سؤال كمان، إزاي هتقدر الدولة إن هي تحمي المواطن من ارتفاع الأسعار اللي مع كل حديث، مش هقول بس تنفيذ، يعني مش بتكلم لو حصل التعويم، ده مجرد الحديث عن هذا الكلام بيؤدي لارتفاع في الأسعار. طيب الدولة إزاي هتضبط ده، خصوصا إن الرئيس كان وعد بأنه خلال فترة قليلة إن شاء الله هيبقى في ضبط للأسعار وللأسواق علشان يحمي المواطن من الارتفاع اللي كل شوية بنشهده، والحقيقة الناس ما بقتش متحملة. إزاي ده هيحصل؟ ده برضو عايزين نعرفه. بدأت الإجراءات تتم من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الأمر ولا لأ؟ كل دي أمور كلنا بنسأل نفسنا أو بنسألها لنفسنا لما نسمع هذا الكلام. والحقيقة إحنا بنتساءل، والناس كلها حقيقي محدش عارف الدولار رايح لغاية فين، والتعويم جاي ولا مش جاي، وجاي إمتى، لأنه مفيش أي تصريح رسمي بهذا الأمر. كله كلام بينشر في المواقع الإخبارية، في الصحف، الناس بتتكلم عنه على مواقع التواصل، لكن رسميا مفيش كلام عن تعويم جنيه. والحقيقة المطلوب هنا دلوقتي، لأنه الموضوع ده حقيقي مسبب قلق للناس، المطلوب هنا أنه يكون في وضوح في هذا الموضوع من قبل الحكومة. مطلوب أن احنا نعرف، الناس عايزة تعرف هيحصل تعويم، نطلع ونقول هنحمي المواطن من ده ازاي، وده أثره هيكون ايه، وازاي نقدر نقلل اي نوع من الضرر هيقع على المواطنين. وإذا كان مفيش تعويم وده مجرد شائعات ومجرد كلام، لازم برضو يطلع نفي رسمي واضح وصريح له. محتاجين نعرف ايوه ولا لا، ان كان كده او كده لازم يطلع بيان رسمي من الحكومه وتصريح رسمي بهذا الكلام، لانه المواطن الحقيقه لا هو حمل اي كلام غير مؤكد او اي شائعات في هذا الامر، ولا هو حمل ايضا اي ارتفاع جديد في الاسعار.